بقدم لكم موجز الأخبار. راب نيوز يكشف الستار. ننشر حقيقة لا ننشر أوهام. نحن مرآة للشارع العام. تم توقيف شخصية مناصب حساسة وعامة ذو وزن. قضية فساد دخان هلبان. كم واحد فعليا متهم؟ معقول 6 أشخاص توقفوا بس وهذا اللي معلن؟ من 13 سنة بدت الجريمة بغير علم. دخل الضرايب بالرسوم عدوا 5 مليار و200 مليون. من 5 سنوات لهون صار 850 مليون. ولا مسؤول انت بعل النقص الهون. هيك ماشي الامور دون حاسب ولا مراقبون. اسمع، الوطن بريء من معدومين الإحساس. الوطن أكبر من المناصب والأشخاص. ننتقل إلى زميلي أخبر الناس. جبريل، نعم، لسه المباراة بادية، مين اللي فاز؟ فريق الفساد متقدم بأهداف تسلل غير مسبوقة في ظل غياب الرقابة لسنوات والأسباب معدوقة. 141 شاهد قضية فساد خطيرة للغاية. إنشاء وتأسيس مصانع سجاير، تقليد علامات تجارية وتهريبها من الجمارك ومن الضرائب. مين اللي هارب؟ 5 أشخاص فروا من العدالة، منهم 2 أجانب. من 2006 والحرة مليانة مخازن، مواد أولية تبغ خطوط إنتاج وجميع اللوازم. فتح عدة حسابات بنكية لإدارة الأمور المالية وإيداع أموال تموهية في الحسابات تضيف المشروعية.